سلام حبيباتي، وصلنا هلا عند تشابتر 6 يلي هو ريبرودكشن اوف تيريدوفايتس. اوكي، وصلنا هلا عند اول بلانتس هن فاسكولار. سو as an introduction، التيريدوفايتس they are vascular plants. شو يعني vascular plants؟ يعني they have conductive tissue. شو هن الconductive tissue؟ اللي هن عبارة عن xylem and phloem. They are cryptogams. ليش cryptogams؟ انو عندهم هن ال reproductive organs are not clear. ما في انو شوفوا بصعوبة، مش مثلا مثل حنشوف بعدين عند السبرموتوفايتس عندهم ستيس وهو، يعني هن واضحين، لهيك نعتبره ان احنا فانيروجامز. اوكي، سو ذي هاف عاده اللايف سايكل تاعيتهم عند البتيريدوفايتس مثل البرايوفايتس ذاتا، هن هابلو ديبلوبيونتيك. شو يعني هابلو ديبلوبيونتيك؟ قلنا هابلو يعني عندي هابلويد جينيريشن، ديبلويد يعني ديبلويد جينيريشن، بيونتيك يعني هي جينيريشن يعني. اوكي، هلا عاده هون بعكس البرايوفايتس، حصير اعمل كومباريزن، انتم اعملوا هيدا حيسهل على حالكم الحفظ. اوكي، البرايوفايتس مين انه دوميننت هنيك؟ الهابلويد ستيج، يعني الهابلويد جينيريشن هي الدوميننت على الديبلويد. يعني انا النبته اللي كنت عم شوفها هنيك بالبرايوفايتس هي النبته الخضراء اللي هي هابلويد، اللي هي الجاميتوفايت. هون العكس، هون ديبلويد ستيج هي الدوميننت على الهابلويد ستيج. يعني انا النبته الخضراء اللي بشوفها هون البتيريدوفايت مثلا الفيرنز على نفترض، انا كنت عم شوف السبوروفايت تاعولها اللي هو ديبلويد. اوكي، هلا هون الجاميتوفايت من كتر ما انه صغير، من كتر ما انه ما بيعيش كتير، يعني هو بس دوره بيعمل بفوت بالريبرودكشن وخلص بيموت. لهيك صرنا بنسميه بروثاليس. ليش بروثاليس؟ لانه شكله مثل شكل الثالث ثالويد. اوكي، سو هاد البتيريدوفايت ممكن يعملوا ريبرودكشن باي اي سيكشوال ريبرودكشن او باي سيكشوال ريبرودكشن. كاي سيكشوال ريبرودكشن التيريدوفايت شو بيعملوا؟ هن عندهم رايزوم تحت. شو بالرايزوم؟ تتذكر حكينا عنه بالبوتاني. الرايزوم هو مثل الستم، ستم لايك ستراكشر. خليني بس احط هيدا. اوكي، سو عندهم مثل هيدا، هذا هو الرايزوم فرضا، بتطلع عليه النبته ومن هون بيطلعين الروتس، ترو روتس بنسميهم. طبعا مش كله، حسب كل نوع. اوكي، حكينا عنه بالبوتاني، ما رح ارجع عيدهم هلا. انا هون عم احكي مثلا عن فيرنز لنفترض. اوكي، الفيرنز الرايزوم هو عبارة عن underground stem، يعني هو stem طالع تحت، جزع طالع تحت الأرض، مش جزع، شو بسموه يا الله، ما بعرف شو بسموه بالعربي، بس هو stem طالع تحت الأرض. أوكي، مثل الزنجبيل مثلا، أعطيكم example. طبعا الزنجبيل منه بتيريدوفايت، بس عم قلكم أعطيكم example حتى أفرجيكم شو يعني رايزوم. طيب حنبلش هلأ بسكشوال ريبرودكشن اللي هو بيهمنا أكتر من الأسكشوال. حنعطي بهذا الشابتر 2 examples. حناخد اللي بيهمنا نحن الهيترومورفس، الهيتروسبورس يا ربي، والهوموسبورس. مرقوا معنا بالبوتاني، حنرجع نعيدهم هلأ. أوكي، أول شيء حنبلش بالهوموسبورس. يلي شو يعني هوموس؟ اللي هن الاكزامبل اللي حنخليه هو البوليبوديوم، اللي هو عبارة عن نوع من أنواع الفيرنز. الفيرنز هن التيريدوفايتس، يعني بنشوفهم كتير هن بيستخدموا للزينة، للديكوريشن، بيتحطوا بالبيوت كمان. اوكي، هلا المهم شو يعني هوموسبورس؟ هوموسبورس يعني انا عندي one type of spore، ما عندي مثلا male spore وfemale spore، او مثلا يعني mega spore وmicrospore، مثل ما بعد شوي حنشوفهم. هلا بعد شوي ممكن بترجع بتتوضح كلمة هوموسبورس. المهم انتوا عارفوا انه هوموسبورس يعني هي عندهم one type of spores. اوكي، هلا كيف بتبلش هون عملية الريبرودكشن؟ هون ما حطيت لكم صورة بعتقد، لا ما حطيت لكم صورة، بس قبل ما بلش بالريبرودكشن بدي اذكركم بكم شغله بالستراكشرز حتى تعرفوا عن شو عم احكي انا. اوكي، نحن عندنا هذا هو الفيرن مثلا. الفيرن مؤلف من رايزوم، قلنا على الرايزوم في عندي هذا الستيب او بنسميه ستوك، عندنا الركس، الركيس او هذا هو الركيس، هو تكفيت الستوك لفوق. اوكي، هذا الركيس في عندي ليف لايك ستراكشرز، هودي بنسميهم شو؟ بينا. اوكي، ليفلت ستراكشرز. عند البنا من فوق ومن عندي من تحت، سوري، من الانفيريور بارت عندي انا الستوراي. الستوراي هي مفردة سوريس، يعني الستوراي هي مجموعة كتير كبيرة من السبورانجيا. السبورانجيا في بقلبها سبورز. سو لحتيت هلا صار عندنا الليفلت في على البنا، يعني في عندي من تحت في عندي شيء اسمه الستوراي. الستوراي هي عبارة عن جروب اوف سبورانجيا، بقلب السبورانجيا في عندي سبورز. اوكي، هلا هاو ذا سبورز شو بيعملوا؟ كيف بتبلش عمليه الريبرودكشن؟ حنبلش من السبوروفايت. عندي هذا السبوروفايت، تمام، هذا اللي شايفيته انا هلا، هذا اخضر، يعني بس شيء هودي حتى اذا رسمت ما يتعجى اكثر ما هي موجوده. سو هذا السبوروفايت في عليه انه في على الليفلت على البنا في عندي السبورانجيا، مجموعه سوري عندي السوراي في مجموعه، هي عباره عن مجموعه من السبورانجيا. بقلب السبورانجيا انا في عندنا سبورز. هاو ذا سبورز شو بيعملوا؟
بس يصير عندي كونديشن معين منيح ولازم انه بيقدر او ماتشور يقدر يطلعوا، بتفتح السبورانجا بقوم بينكبوا هود السبورز اللي كانوا مثلا كبرتوا، حتى بس فرجيكم كيف بتصير القصة، بينكبوا لوين؟ على الارض، على السبستريت يعني. اوكي، بس ينكبوا على الارض شو بيصير عندي هون؟ فورميشن اوف اي جاميتوفايت، مش هن السبورز هن هابلويد، يعني انا هون طلع هرجع عيد عندي انا هون سبورانجيا، هالمنطقة افضل هيدي هي سبورانجيا. اوكي، هي موجودة على الليف لايك ستراكتشرز. هيدي السبورانجيا في بقلبها شيء اسمه سبوروسايت. سبوروسايت هن المادر سيلز، دائما كلمة سايت يعني هي حتكون ديبلويد، احفظوها هيدا. سبوروسايت يعني هن هي المادر، يعني هن حيكونوا ديبلويد. هودي السبوروسايت بيعملوا مايوسز حتى يعطوني انا السبورز. اوكي، سو من سبوروسايت انتقلت انا لسبورز يلي هن هابلويد. طيب هودي الهابلويد بيقعوا على الارض بيكونوا لي شيء اسمه الجاميتوفايت. الجاميتوفايت هو عبارة عن هو بيكون صغير ومسميه بروثاليس، ليش بروثاليس؟ وعنده رايزويد. اوكي، عنده رايزويد. هلا شكله صراحة بيجي هو قلب، خليني ارسم لكم اياها. اوكي، سو بس وقعوا هودي بيكونوا لي شيء اسمه الجاميتوفايت. هذا الجاميتوفايت عنده رايزويد من تحت، مش روتس، انتبهوا، رايزويد. اوكي، بس حتى يثبتوه بالارض. وشكله شو مثل شكل القلب، هارت لايك شيب. المهم بعيد الجاميتوفايت من فوق في عندي انا هون جاميتانجا اللي هن الميل والفيميل جاميتانجا، شو سميناه هون؟ انتريديا واركيغونيا. اوكي، هودي الميل والفيميل جاميتانجا بيعملوا لي برودكشن برودكشن للجاميتس، يعني الانتريديا بتعطيني ميل جاميتس اللي هن السبيرمز، والاركيغونيا بتعطيني الفيميل جاميتس اللي هن الاج. كل وان اركيغونيوم أركيغونيوم فيها egg. طيب كيف بدي اروح على السبيرم عند الاج؟ بدي يمشي لنا باي، بدي عنده يكون في ووتر، يعني دائما دائما هون الفيرتلايزيشن هو او جامي، يعني بدنا ووتر هون. نقطتين ماي ما مشكله، يعني دغري بتندد الدنيا بتشتد انه شو ما كان، هون نقطتين ماي دغري بيسبح فيها السبيرم وبيروح لعند الاج. بس راح عند الاج بيعمل الفيرتلايزيشن، بصير عندي انفورميشن اوف زايجوت. هيدا الزايجوت شو بيعمل؟ بس يكبر، مش بصير يعمل مايتوسيس مايتوسيس مايتوسيس، بصير بيكبر وبيعطيني نيو فير اللي هي السبورفايت. انا الزايكوت بس يعمل قلناها، لازم يكون قلناها ان شاء الله تكون عندي صورة الهيدا لحية. قلنا دايما الزايكوت بس يعمل مايتوسس بيعطيني الامبريو، طبعا الامبريو بيرجع بيعطيني السبورفايت بس يصير ماتشور، يعني السبورفايت عبارة عن ماتشور امبريو. اوكي، طيب نرجع هلا هون خلصناها، تلاشوف اذا نسيت شيء. اوكي، السبورفايت بتعمل سوري سبوروسايت بتعمل ميوسس تعطين السبورز بقلب السبورانجيا، السبورانجيا بس يصير ماتشور بينكبوا لتحت جرماني. اوكي، تهوهني. اوكي، يعني عم نعيد بعضهم، ما حرجع لهم انا عم نعيد حالنا، يعني نفس الشيء عم نضل نعيدهم. بس نجي هلا الريبرودكشن اوف لايكوبوديوبسيدا اللي هن حناخد اكزامبل عن سلاجينلا. قلنا باللايكوبوديوبسيدا في عندي انا سلاجينلا هي الوحيده اللي حديتها هلا بعدها موجوده، يعني البقايا انقرض، في بعد في اللايكوبوديوم كمان موجوده، هو اثنين سبيشيز موجودين. اوكي، طيب السلاجينلا هي عباره عن هيتروسبورس. شو يعني هيتروسبورس؟ يعني عندنا تو تايبس اوف سبورس. شو هن هالتايبس؟ طلع ان شاء الله يكون عندي صوره لها، ما عندي. المهم نفترض احنا عنا هيدا هيدي السلاجينلا، هيدي السلاجينلا في عندي اخر شيء انا هو مثل كون لايك ستراكشر. كون لايك ستراكشر يعني شكلها مثل الكون. اوكي، بنسميها ستروبلس. اوكي، مجموعه منهم بنسميهم ستروبلاي، بس انا عم بحكي عن ستروبلس. هلا هيدي الستروبلس في بقلبها كتير سبورانجي، انواع سبورانجي فيها كتير سبورانجي. في عندي نوعين، كل يعني في نوعين منهم، في عندي الميجا سبورانجيا والمايكرو سبورانجيا. ميجا يعني شيء كبير، مايكرو من اسمه صغير هيك حفظوها. سو الميجا ريليتد للمادر، نحن دائما بنعرف الاج بتكون هي الكبيره. اوكي، السبيرم بيكون هيك حرام صغير. سو ميجا سبورانجيا هي ريليتد للفيميل سبورانجيا، المايكرو سبورانجيا هي ريليتد للميل سبورانجيا. طيب نحن انا شو وظيفه السبورانجيا؟ از يعني الرول تبعها ببرودكشن للسبورز، يعني انا اخرتي بدي اوصل للسبورز. كيف بتبلش العمليه؟ قبل ما اقلكم كيف ببلش حقلكم بس انه شو وظائف شو خصائصها للميجا سبورانجيا. الميجا سبورانجيا هي بتجي كبيره وهي موجوده من الميل الفوقانيه لل شو اسمه للسبورفل. اوكي، بنسميها ميجا سبورفل، يعني اللاير بتحيط فيها بنسميها، يعني هي الريتد لها بنسميها ميجا سبورفل. سبورفل يعني شو قلناها بالبوتاني؟ قلنا فل يعني ليف، سبورو قصدي يعني سبورفل لما يكون يعني هي فيرتل ليف. اوكي، فيرتل ليف فيها لاير سبورانجيا.
سو الميجا سبورا في عندي انا ميجا سبوروفيل، هيدي الميجا سبوروفيل عليها ميجا سبورانجيا، هيدي الميجا سبورانجيا مسؤوله تعطيني الميجا سبورز. طيب المايكرو سبورانجيا شو هي؟ انا عندي كمان نفس الشيء، عندي مايكرو سبوروفيل اللي هي عباره عن فيرتل ليف، عليها المايكرو سبورانجيا، هيدي المايكرو سبورانجيا مسؤوله تعطيني انا المايكرو سبورز اللي هي عباره عن فلاجيليتد سوري مايكرو سبورز، بس مش فلاجيت، هذيك عم بحكي عن جابيت السعادة. اوكي هلا كيف ببلش عملية الريبرودكشن هون؟ اول شيء حنحكي عن مايكرو سبورانجيا لحالها والميجا لحالها وبعدين بنخلطهم. اوكي اول شيء المايكرو بالمايكرو سبورانجيا شو بيصير عندي؟ في عندي سيلز يلي هن المادر سيلز بنسميهم مايكرو سبوروسايتس، هودا المايكرو سبوروسايتس بيعملوا مايوسيس بيعطوني المايكرو سبورز. تمام انتقلنا من مش نحن قلنا السايت، هلا بعد قلنا السايت هي عبارة عن المادر سيل اللي هي عبارة عن ديبلويد، انا بدي انتقل للهابلويد حتى تعطيني الجاميتوفايت، اخرتي باخر هالستيج بدي اوصل للجاميتوفايت اللي هو عبارة عن هابلويد. فانا بلشت من السايت اللي هي مايكرو سبوروسايت اللي هي عبارة عن ديبلويد، بدي اوصل انا للهابلويد. سو مايكرو سبوروسايت فاذا نرجع نعيد، المايكرو سبوروسايت تعمل مايوسيس تعطيني المايكرو سبورز، نفس الشيء الميجا سبوروسايت كمان تعمل مايوسيس تعطيني الميجا سبورز. هاي طلع تمام. طيب هاد السبورات قادرين يعملوا لي جاميتوفايت؟ ايه قادرين يعملوا لي جاميتوفايت. فاذا الميجا المايكرو سبورز يلي طلعوا نتيجه المايوسيس تاعت المايكرو سبوروسايت بيعطوني شو؟ الميل جاميتوفايت. بس وين هالمره الميل جاميتوفايت موجود؟ بقلب المايكرو سبورانجيوم، بقلبه يعني ما طلع، يعني السبورز ما انكبوا هون الا السبور وين انه هون انا السبورز انكبوا على السبستريت، هون ما بينكبوا بضلهم بقلب المايكرو سبورانجيوم. نفس الشيء بالميجا سبورانجيوم كمان الميجا سبورز يلي طلعوا عندي بيعملوا فورميشن اوف جاميتوفايت، يعني بيعملوا مايتوسيس. اوكي بيعملوا مايتوسيس لانه بيكتروا حالهم، هن اصلا هابلويد، الميجا سبورز هن اصلا هابلويد، فبس بيعملوا مايتوسيس بيكتروا حالهم بيعطوني فورميشن اوف جاميتوفايت. جاميتوفايت هو كمان موجود هيدا بقلب الميجا سبورانجيوم، صار عندي انا ميل بقلب الميل جاميتوفايت بقلب المايكرو سبورانجيوم، وفي ميل جاميتوفايت موجود بقلب الميجا سبورانجيوم. تمام خلصنا هلا الجاميتوفايت. طيب لانه الجاميتوفايت عم يكون موجود بقلب السبورانجيوم بنسميه اندو، هيدي العمليه بنسميها اندو بروثالي. شو يعني بروثالي؟ كيف نترجمها هيدي الكلمه؟ اندو يعني جوات، بروثالي يعني عم يصير هيدا البروثالي، هو هلا بعدين البروثالي هو الجاميتوفايت، يعني الجاميتوفايت عم يصير انسايد ذا سبورانجيوم. طيب شو بيصير هلا؟ المين جاميتوفايت في عليه الجاميتانجيا اللي هن مسمين انثريديا، والفيميل جاميتوفايت عليها كمان جاميتانجيا اللي هن مسمين اركيغونيا. طيب شو بيصير؟ انتم لازم تحلوا لحالكم، صار في لازم تحلوا له بلا ما اقرا لكم اياها وبلا ما اشرح لكم اياها. المين جاميتوفايت عليه انثريديا شو هيعمل؟ بده يعطي جاميت، انا اخرتي بدي اوصل للجاميت، يعني جاميتوفايت هو وظيفته يعطي جاميت. سو هيدي الانثريديا بتعطي جاميت اللي هن عباره عن سبيرمز وهن فلاجيليتد، يعني هن موتايل. اوكي اما الفيميل هي بتعطي الاركيغونيا، فيها كل وحده اركيغونيوم حتعطي هي ايج، بتعطي 1 ايج، يعني فيها 1 ايج. هلا بنقطه مي او مي بوجود الووتر، يعني الووتر هو نيسيسري فور ذا ريبرودكشن، سو بوجود المي هذا السبيرم بيسبح لو يوصل عند الايج، بس وصل عند الايج بيعمل له فيرتلايزيشن، يعني بيعمل فيوجن، ما بيعمل فيرتلايزيشن. شنو نوع الفيرتلايزيشن؟ اوغامي. اوكي بس صار فيرتلايزيشن بيصير عندي فورميشن في زايجوت، هذا زايجوت بينكب على الارض وبيصير عندي فورميشن، بيصير بيكبر، يعني بيعمل مايتوسيس لحتى يعطيني السبوروفايت. اوكي هيك بنكون خلصنا تشابتر 5 6 اللي هو ريبرودكشن اوف بتيريدوفايت.